مساء الخير استاذ مهندس ظافر جسري. اهلا وسهلا بك استاذ علاء. يا اهلا وسهلا. مساء الخير استاذ صالح مزيك. الله يخليك استاذ علاء. الله يديمك. استاذ ظافر بعد اذنك بدنا ناخذ رايك بموضوع المقامات خلال كل اذان من اذان النهار. كل اذان يقال بحلب يغنى او يؤدى بمقام معين موسيقي معين، ممكن تشرح لنا شوي عن الموضوع والاستاذ صالح يؤدي لنا اياهم بعد اذنك؟ حاضر. المؤذنون في حلب كل واحد منهم حر بأي مقام بده يقدم بيقدم، فكثيرون بيقدموا بالحجاز وكثيرون بالرست وإلى آخره. نحن اليوم رح نستعرض خمس مقامات بخمس آذانات، ونعتبر كأنه نحن عايشين اليوم الأوله. فرح نبدأ بالبداية ونعتبر حالنا بصلاة الصبح ونقدم بمقام الحجاز. فما رأيك يا صالح؟ شرف تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا كثيرون من المؤذنين مثل ما قلنا بيأذنوا بمقام رست، كمان هلا بدنا نسمع اذان وليكن اذان الظهر من مقام الرست. شرف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا سلام. نعتبر هلا كمان صار وقت العصر، راح نقدم العصر بمقام البيات. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله. طيب. نؤذن المغرب بمقام وليكن سيقا أو هزام. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا تتم أذانات اليوم بأذان العشاء من مقام الماهور. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله عليك أستاذ صالح. شكرا أستاذ ظافر، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم جميعا.